اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. والنهارده واحنا يعني بنستمتع بفضائل الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، يعني بنسال دايما نفسنا هو ايه حكمه ربنا عز وجل من الصيام؟ ايه الحكمه من الامتناع عن الاكل والشرب؟ ليه بنجوع وبنعطش وبنتعب طبعا من الصيام؟ هل ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام علشان بس كده، ولا في مقاصد واهداف تانية من الصيام؟ هنتكلم عن ده بالتفصيل النهارده مع دكتور هاني تمام، استاذ الفقه المساعد بجامعه الازهر الشريف. صباح الخير على حضرتك، وكل سنه وحضرتك بخير. صباح الخير طيبه، وكل سنه والساده المشاهدين بخير، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا الصيام، وان يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركه على مصر واهلها جميعا. امين يا رب. نتكلم عن الحكمة من وراء فريضة الصيام. الحكمة ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا صراحة في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام عشان هدف ومقصد وغاية، وهو أن نصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا ما فرضش علينا الصيام عشان بس لمجرد أن احنا نمتنع عن الطعام وعن الشراب، مجرد أننا نجوع ونعطش من الفجر للمغرب، لا. ربنا سبحانه وتعالى أراد مننا أن احنا نصل من هذا الصيام، من هذه العبادة، إلى غرض وإلى مقصد الصيام، مقصد التقوى. عشان كده سيدنا النبي يقول لنا: رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني في واحد يعني مش هياخد من الصيام إلا إن هو بس مجرد إن هو جاع وعطش طول النهار. ليه؟ لأن هو ما حققش الغرض والمقصد اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده من هذا الصيام. وعشان كده يحذرنا سيدنا النبي يقول لنا: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني رمضان ده يا جماعة فرصة عظيمة جدا وزمن مبارك جدا لمغفرة الذنوب ولعتق الرقاب من النار. فأي واحد ربنا هيدخله في رمضان وينعم عليه أنه هو يكون من أهل رمضان ويدخل رمضان ويخرج منه زي ما دخل، يعني بس مجرد امتنع عن الصيام الظاهري فقط وما تحققش بأداب الصيام وبالحكمة من الصيام، يبقى ده إنسان خايب وإنسان خاسر. لازم كل واحد فينا وهو بيصوم عينيه على الصيام الظاهري أنه هو يعمله كويس قوي ويمتنع عن الطعام وعن الشراب كويس قوي من أذان الفجر إلى المغرب. كذلك العين التانية تكون على المقصد والهدف، إن أنا حصل التقوى. طب تحصيل التقوى دي يجي إزاي؟ تحصيل التقوى يجي من خلال مراعاة آداب وأحكام الصيام. إن عندنا الصيام مش مجرد امتناع عن الطعام وعن الشراب فقط. إحنا عندنا لما جم العلماء يقسموا الصيام قالوا الصيام عندنا على ثلاث أنواع. في حاجة اسمها صيام العوام. إيه صيام العوام ده؟ إن أنا بس بمتنع عن الطعام وعن الشراب من الفجر إلى المغرب، وكلنا بنعمل كده والحمد لله، بس دي خطوة أولى عشان توصلك لمرحلة التقوى. لسه في مرحلتين تانين أو في خطوتين تانين. الخطوة التانية هي صوم الخواص، إن كل الجوارح تصوم. العين تصوم واللسان تصوم والودن تصوم والإيد تصوم، كل جوارحنا لازم تصوم. مش معنى أن أنا صايم يبقى أدي فرصة لنفسي أن أنا أعمل حاجات مش كويسة، أن أنا مثلا أتنرفز، أن أنا صحيح. أتعصب، ان انا اشتبك مع اي حد. وده بنشوفه يمكن كتير جدا كتير جدا للاسف، ناس كتير جدا اصل انا صايم بيتخذوا من الصيام حجه لتبرير افعالهم. تيجي تتكلمي معاه يتنرفز: يا عم مالك؟ يقول لك انا صايم، ما حدش يكلمني. العصبيه تحديدا، لا انا متعصب. لا، الصيام المفروض ان هو جاي عشان يهذب اخلاقياتنا، يقوم سلوكياتنا. عمر الصيام ما هيكون مبرر او وسيله انك انت تعمل حاجات غلط. عشان كده النبي يقول لنا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. يعني ما تعملش أي حاجة منافية لأداب الصوم، حتى مجرد الكلام، إنك أنت تتكلم بصوت عالي أو إنك أنت تزعق في الناس أو إنك أنت تغضب أو تتنرفز على الناس بحجة الصيام، لا، ده أمر مرفوض. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. يعني حتى لو تعرضت لموقف معين، في شدة، في أزمة، في حد حاول ينرفزك، حاول يستفزك، بقدر الإمكان لازم تمسك نفسك ولازم تهدى أعصابك وتقول إني صائم. يبقى إذن الصيام المفروض إن هو بيرجعك لمرحلة تقويم السلوك. حتى لو حد استفزك، حد نرفزك، حد أغضبك، حد عمل لك موقف مش كويس، يعني إياك إنك أنت تنسق. هنا فكرة جهاد النفس بالتذكرة بأن أنا صائم. طبعا طبعا، فده هنا عندي كده المرحلة الثانية للصيام. لازم كل جوارحك تصوم، لسانك ده لازم يكون عفيف جدا، ودي مشكلة للأسف احنا بنشوف ناس كتيرة بتقع فيها، ان الناس صايمة ومع ذلك يقول لك احنا بنسلي صيامنا، نسلي صيامنا، يعني عمالين نقع في أعراض الناس وعمالين نفضفض مع بعضنا وعمالين نغتاب الناس وعايزين نضيع الوقت عشان المغرب يأذن، فبنضطر نتكلم في أي كلام. بمناسبة تسلية الصيام دي تحديدا يا دكتور، يعني عذرا على المقاطعة، احيانا الناس يقول لك ايه، طب تعالى نتكلم او ننم بعد الفطار.
هنا بقى حكمها ايه برضو دي؟ هنا مشكلة أكبر. إحنا عايزين نأكد للسادة المشاهدين إن ليل نهار كنهار رمضان، كنهار رمضان. ليل رمضان كنهار رمضان. يعني الليل زي النهار، مفيش حاجة اسمها إن أنا كويس قوي طول النهار وصايم كويس قوي واجي بعد كده بالليل أعمل اللي أنا عايزه. غلط، لأن سيدنا النبي لما اتكلم عن رمضان اتكلم عن الشهر كله. الخاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان هنا النبي قسمه على حاجتين، قال جعل الله سبحانه وتعالى صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. قيام رب الليل يعني تتعبد لربنا بأي نوع من أنواع العبادة. ما ينفعش أن أنا أفضل محافظ على الصيام طول النهار واجب الليل أترك العنان لنفسي أعمل اللي أنا عايزه. غلط. عايزين نأكد على نقطة مهمة، إن كما أن الثواب في رمضان مضاعف كذلك الذنب مضاعف. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيأ لنا كل الأسباب وفتح لنا كل الأبواب عشان نقبل عليه في هذا الشهر الكريم، فأي عمل أنت بتعمله مضاعف. النبي يقول لك من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. صحيح. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فهنا ربنا هيأ لك كل الأجواء وحجز عنك كل الشياطين عشان تقبل عليه في هذا الشهر الكريم، سواء بالنهار أو بالليل، لأن الثواب هيكون مضاعف هنا أو هنا. فتيجي أنت تيجي عامل ذنب، عامل معصية، تقع في أعراض الناس سواء قبل الفطار أو بعد الفطار، مشكلة كبيرة. وعندنا بمناسبة كلام حضرتك في نقطة مهمة جدا ناس كتيرة بتغفل عنها، إن وقت النفحات الأكبر والرحمات الأكبر في رمضان بيكون بالليل مش بالنهار. لأن سيدنا النبي قال كده، قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى اختص عبادا من عباده كل ليلة بيعتق جزء من عباده. وعلشان كده بنتكلم طول الوقت عن قيام الليل. بالضبط كده. والنبي يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا عتق الرقاب من النار والنفحة الكبيرة بتكون بالليل. طب النفحة دي هتكون لمين؟ هتكون لعباد الله القائمين المتعبدين اللي امتنعوا عن الصيام الكلي، كل جوارحهم صامت مع 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 بطنهم، مش مجرد ان هم صاموا بس في النهار وخلاص، لا، لازم الجوارح تصوم كلها. النوع الثالث اللي هو بقى بيسموه صوم خواص الخواص، ده اعلى نوع، ان القلب كمان لازم يصوم في هذا الشهر الكريم المبارك. كل ده ليه؟ عشان انا عيني على المقصد الاعظم الأكبر من الصيام وهو التقوى. القلب لازم يصوم، يعني لازم نخلي قلوبنا في هذا الشهر الكريم المبارك عن كل الاحقاد والضغائن والكراهيه والحسد وكل هذه الامور البغيضه، لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. ربنا بيتجلى على العباد وينظر إليهم، زي ما سيدنا النبي قال في الحديث، إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إلى العباد ومن نظر إليه الله لم يعذبه أبدا. وربنا لما بينظر للعباد بينظر للقلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إليه إلى قلوبكم. فربنا لما ينظر للقلب لازم القلب ده يكون صافي، قلب نقي ما فيهوش أي غل ولا أي حقد ولا أي كراهية ولا أي حسد لأحد من الناس. فلازم نعود نفسنا على كده، إن أنا ما ينفعش إن أنا طول النهار صايم وعمال أقرأ قرآن وعمال أقول أذكار ويجي الليل أصلي التراويح وأصلي القيام وعمال أعمل حاجات كتيرة كويسة وقلبي في كل ده مليان بالأحقاد والضغينة لناسي، ده ما ينفعش. يمكن يا دكتور يعني حضرتك تحدثت عن المطلوب من كل مؤمن مسلم في رمضان علشان خاطر ياخد الثواب الأكبر، أو يعني تكون على يعني الهدف الأعظم والأكبر من هذا الشهر الكريم، لكن أيضا ربنا عز وجل يعني أعطانا بعضا أو بعض من النفحات. نعم. إدانا فكرة اللي هو خلانا محصنين أيضا. نعم. من المفترات ومن الشيطان. نعم. فإزاي ده حصل؟ عندنا سيدنا النبي في الحديث الصحيح يقول لنا إذا كان أول ليلة من رمضان، ودي بقى أول حاجة بتحصل في أول ليلة وتستمر معانا لحد نهاية رمضان، ودي النفحة أو من النفحات العظيمة في هذا الشهر الكريم. إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرضة الجن. يعني دايما إحنا عندنا حجة إن الشياطين مسيطرة علينا وإحنا ضعاف وإحنا كذا، لا، ربنا بيدخل عليك رمضان بيمنع عنك الشياطين، ما حدش من الشياطين هيقدر يأثر عليك ولا يقدر يعمل معك أي حاجة من اللي كان بيعملها زمان. يبقى كده أدي الباب مفتوح قدامك أهو، أنت بس ما عليك إلا إنك أنت تاخد الخطوة وتقبل على الله في هذا الشهر الكريم. طبعا تمام، تضبط نفسك كويس. طب واحد دلوقتي بيعمل معصية في رمضان، واحد بيشتم في رمضان، بيغتاب الناس، بيقع في أعراض الناس في رمضان، يبقى ده اللي بيحركه نفسه الخبيثة. إن النفس لأمارة بالسوء، لأن الشياطين محجوزة عنك، الشياطين خلاص ربنا يعني حبسها عنك. ده سلوك بقى.
ده سلوك بقى، عشان احنا قلنا في اول الكلام ايه، ان رمضان ده فرصه لتقويم السلوك وتهذيب الاخلاق. طيب اول حاجه سلسله الشياطين ومرضة الجن، ثاني حاجه وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. فعشان كده يا هناه ويا سعد اللي يموت في رمضان على طاعه الله سبحانه وتعالى، ده كده ملوش مكان في النار، النار خلاص النار ابوابها مقفوله والجنه ابوابها مفتوحه، يدخل زي ما هو عايز. طيب سلسلة الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني ربنا سبحانه وتعالى في منادي بينادي من قبل الله إن أي حد هيقبل على الله في هذا الشهر الكريم بعمل صالح حتى ولو كان قليل فأجره مضاعف، أنت بس ما عليك إنك أنت تقبل. ويا باغي الشر أقصر، وأي حد في نيته الشر، أي حد في نيته حاجة مش كويسة، ده لازم يبعد، لأن هو ده شهر مقدس، شهر له حرمته عند الله سبحانه وتعالى، والخطأ فيه مضاعف والذنب فيه مضاعف كما أن الأجر والثواب فيه مضاعف. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. تعال ناخد حديث تاني، نفحة تانية عظيمة من نفحات رمضان، وحاجة عظيمة جدا سيدنا النبي بيقول لنا أن ربنا اختصنا بيها ومحدش خدها إلا احنا. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلها. 5 حاجات ربنا اختصنا بيهم في رمضان محدش خدهم قبل كده. أول حاجة خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثاني حاجة وتستغفر لهم الملائكة كل يوم حتى يفطروا، ودي نفحة عظيمة جدا لازم كلنا ننتبه ليها، إن كل يوم ربنا بيسخر لك ملائكة بيستغفروا لك ويدعوا لك من ساعة ما بتبدأ في الصيام لحد أذان المغرب. طب هو ده هيفرق معايا كصايم؟ هل دعاء الملائكة واستغفاره طبعا يفرق كتير جدا، ده دعاء الملائكة مقبول، استغفار الملائكة مقبول، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب كان كده كفاية قوي؟ قال لا، لسه في حاجات تانية حلوة قوي. ثالث حاجة ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم الأذى ويصيروا إليك. شوف الجنة قد إيه جميلة وقد إيه حسنة وفيها من الحسن والبهاء ما لا يخطر الإنسان على بال. صحيح. ومع ذلك في هذا الشهر الكريم ربنا بيزودها بهاء على بهاء، وبيزودها جمال على جمال، وبيزودها حسن على حسن. عشان كده برضو يا هناه ويا سعد اللي يموت في رمضان على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده رابع حاجة قال وتصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. محدش هيقدر يأثر عليك من الشياطين، محدش هيقدر يعمل معك أي حاجة. طيب آخر حاجة بقى ودي أعظم نفحة في رمضان ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. أول ما حد بيشتغل عندك ويخلص الشغل بتاعه حضرتك بتديله الأجرة بتاعته. كذلك إن شاء الله لما تخلص رمضان على خير ولما تنتهي من هذا الشهر الكريم المبارك ربنا يغفر لك. بس الخصائص دي والنفحات دي لمين؟ تكون للشخص المركز أو في صيامه، الشخص اللي عينيه على المقصد الأعظم من الصيام، إنه هو جاي يدخل رمضان عشان يحقق من يستحق التقوى. من يستحق؟ أحسنت. لكن مجرد أن أنا دخلت رمضان وصمت وخرجت منه زي ما دخلت فيه، النبي يقول لنا رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني كلام جميل محتاج حلقات وحلقات عشان خاطر يعني نستفيد من علم حضرتك ونعرف يعني المنح اللي ربنا بيدهلنا في هذا الشهر الكريم. الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا للعقد.